أصدقائي، لو كان هذا هو السبب لعينتك، لأنك طلبت مني أن أعينك وقلت لك لا. هل تنكر ذلك؟ لن تنكر. لقد قلت لي أقسم على ذلك يا أستاذ وهبي، طلبت مني، أقسم على ذلك، طلبت مني يا أستاذ وهبي أن أعينك، قلت لك لا. إنك رئيس فريق، وإذا عينتك أو اقترحتك ينبغي أن أقترح جميع رؤساء الفرق، ولا نريد أن نحول هذه الهيئة إلى هيئة في النقاش. عليك أن تكون مسؤولا. إذا تحدثت عن جمعية هيئات المحامين، ليس المهم هو أن نعين كما هائلا من المحامين، لأننا إذا كان المحامون بصفات مختلفة منهم 8 من هم معينون، فإن هناك هيئات أخرى لم نعين منها أحدا، وبالطبع فإننا عيننا من هم مؤهلون، أو على الأقل بعض المؤهلين لكي يكونوا معينين، وليس بالإمكان أن نعين جميع النقباء. بأي مقياس إذا نحن التفتنا إلى هذه الجمعيات، إلى نقابات المحامين، أن نعين رئيس هذه النقابة دون نقابة أخرى؟ الحديث طويل، وأنا مستعد للمتون أمام المجلس في اللجنة المختصة لأقدم لكم كافة المقتضيات. سؤال موالي.